اللعيبه اللي بره بيقدروا يوصلوا للمربع بكل اريحيه. بنشكرك وكابتن مرعي، والحقيقه يعني نتمنى ليك التوفيق النهارده، واكيد هنقول لكم على نتيجه المباراه النهارده بتاعه الاتحاد وزهراء تونس. طيب هنروح لمداخله تليفونيه، يمكن جمهور النادي الاهلي بقى له يومين عمال يتكلم، و اللي طبعا التعليق الرائع اللي على قناه دبي، وجمهور النادي الاهلي دايما بيشيد بيه، والحقيقه المعلق اللي موجود في قناه دبي او اللي بيعلق على المباريات في قناه دبي او على البطوله في قناه دبي هو زميل ملعب، هو لعب قصادي سنين طويله في منتخب الاردن، كان نجم منتخب الاردن الحقيقه، وكان من احد اللاعبين الحقيقه احنا في منتخب مصر بنعمل لهم الف حساب. وهو توجه بعد ذلك للتعليق، يمكن حبه وعشقه هو التحليل الفني والتعليق، وابدع فيه الحقيقه في الفترات اللي فاتت. فيسعدنا ان يكون معانا عبر الهاتف من دبي الكابتن اشرف سماره، نجم منتخب الاردن السابق وايضا معلق ومحلل قنوات دبي. اهلا بك اشرف. كابتن وحشني خالص، وشكرا على التقدم الجميله جدا، وانا مبسوط انه مع نجم زي حضرتك مع هالقناه الرائعه لاكبر نادي عربي واكبر نادي افريقي لاطل على جماهير النادي الاهلي واقول لهم مساء الخير عليكم. اشرف يعني تألقت كثيرا، والحقيقه جمهور مصر كله جمهور النادي الاهلي بالاخص تعلق بيك وتابع تعليقك، والحقيقه كان مداخلتك النهارده مهمه. قول لي ايه سر الحوار والديالوج اللي دار بينك وبين جمهور النادي الاهلي؟ والله شوف، هو مين ما بيحب جمهور النادي الاهلي، ومين ما بيحب النادي الاهلي، مين ما بيحب هذا النادي اللي كله انجازات من اول ما تاسس خلق ليكون بطل، مين ما بيحب النادي الاهلي اللي مشرفنا دائما احنا مو بس كمصريين، كعرب في كل مكان، ومعودنا على البطولات على مختلف الالعاب الجماعيه وابرزها طبعا كره القدم. مين ما بحب ملك افريقيا اللي بيروح بيلبس الجرافات وبتشيك كده وبياخذ بطوله افريقيا وبيرجع لنا كعرب وهو بطل افريقيا؟ مين ما بحب كل هالنجوم اللي مروا بالكره الطائره، بكره اليد، بكره السله؟ اكيد انا من الناس المعجبين ومحبين للنادي الاهلي، وكل واحد بيتشرف بهذا النادي الكبير. أنا أعطيت حقه لهذا النادي، أنا لا زدت ولا نقص. الجمهور تفاجأت بحب وكمية رسائل وصلتني على السوشيال ميديا، أنا بشكر كل واحد فيهم فردا فردا اللي عم بيسمع صوتي من خلال برنامج حضرتك يا كابتن هيثم. كابتن أشرف، وإحنا كمان بنحبك وبالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن جمهور النادي الأهلي، فعلا أنت ليك مكانة كبيرة في قلبنا، ويمكن النهاردة يعني أو البطولة دي شهادة ميلاد ومعرفة بيك، ونتمنى إن شاء الله دايما نشوفك معنا. كابتن أشرف، يمكن حضرتك تابعت البطولة عن كثب وتابعت طبعا المباريات، شايف مباراة النهاردة الكويت الكويتي والنادي الأهلي هتمشي إزاي فنيا؟ يعني أنت طبعا أكيد رؤيتك من متابعة المباريات أكيد تبقى رؤية دقيقة، شايف المباراة النهاردة إزاي؟ شوف يا كابتن، نادي الكويت اقوى هجوم في البطوله، نادي الكويت لو تفرجنا على الماتشات اللي لعبها في البطوله حنشوف انه اكثر سكور سجله في البطوله كان على المطاح الاماراتي 112، اقل سكور سجله في البطوله يا كابتن هيثم كان على نادي الزهراء التونسي 83 نقطه، لكن كل المباريات كلها كانت في 90، يعني فاز على الغرفه القطري 90 99، فاز على بيروت اللبناني 96 90، فاز حتى على المنام البحريني 93 90، معناها فريق قوي هجوميا، لكن شو مشكلته؟ انه فريق عنده خلل دفاعي، وبالتالي عم بيستقبل كثير نقاط، والدليل انه استقبل 90 نقطة في مباراتين كابتن، يعني في كل مباراة فاز فيهم 93 90 وفاز ب 96 90. اليوم النادي الأهلي عم بنشاهده هو من أقوى الفرق الدفاعية في البطولة. النادي الأهلي على سجله في البطولة 84 82 على حساب بيروت، وأكثر سلة أو أكثر نقاط تسجلت في سلة النادي الأهلي كانت 82، معناها فريق مدافع ممتاز في النادي الأهلي. اليوم النادي الاهلي بشاهده اذا قدر ينزل سكور نادي الكويت الكويتي لحدود ال 80 نقطة راح يكون له حظوظ كبيرة النادي الاهلي بالبطولة، النادي الاهلي عنده خبرات لأنه هي المرة الرابعة اللي بيوصل فيها للمباراة النهائية، نادي الكويت هي أول مرة بيوصل فيها للمباراة النهائية على مستوى لقب الأندية العربية. الأدفانتج عند نادي الكويت أنه فريق له ثلاث شهور عم بيتحضر يا كابتن هيثم، هو في دبي ربح بطولة الأندية الخليجية، بس غير لاعب اللي اسمه اي جي باللاعب الموجود حاليا اسمه جيمس، ما عدا ذلك كل التشكيل مع المدرب الالماني بيتر شومر. الاهلي عنده خبرات، عاجبني مع المدرب اردوستين عم بيعملوا دفاع اكثر من رائع، وبصراحه انا اول ماتش شفتهم للاهلي في البطوله قلت فريق منظم، وشفنا الفرق الكبير بين الاهلي السنه دي والاهلي السنوات الماضيه، يعني بصراحه يعني شفت الفرقه غير تيمه على مستوى، اعتقد الاهلي عنده حظوظ ايضا في البطوله ليكون اول لقب عالي.
طب كابتن اشرف، يمكن احنا وحضرتك بتكلمنا احنا بنجيب تسخين فريق النادي الاهلي في صاله ملحقه للصاله الرئيسيه، ودي لقطات لايف يعني لاحماء الفريق. طب كابتن اشرف، يعني برضو ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما اسالكش على مباراه امبارح، مباراه الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد، اكيد حضرتك تابعتها وطبعا زعتها وشفت الوضع كان ماشي ازاي، واكيد حللتها فنيا بعد ما رجعت الاوتيل. قول لي انت شايف المباراه امبارح ازاي، وهل كنت متوقع مين اللي يكسب ولا كان الموضوع ماشي سجال طول المباراه؟ بصراحه انا توقعت فوز الاهلي قبل بدايه المباراه، لانه بصراحه الاهلي عجبني كثير دفاعيا. الاهلي عنده عناصر ممتازه، الستارتنج فايف الاول خمسه اللي بدا فيهم الكوتش اغوستين، عنده ايضا اضافات قادمه من البنش، وهي ميزه، هي ميزه النادي الاهلي ان عنده لاعبين جايين من البنش. يعني انت بتشوف عمرو زهران بيعمل دور ممتاز من البنش، بيجي احمد مهيب، بيجي احمد حمدي، بيجي حتى عمر طارق عرابي، يعني دول كلهم بيجوا من البنش، واذا انت اليوم عندك لاعبين بنش بالباسكت معناها عندك قوه. هنا كان طبعا تفوق الاهلي بقياده الكوتش اغوستين على الاتحاد السكندري، كان منظم كثير الاهلي دفاعيا هجوميا، صح في دقائق انا توقعت حتى رجعت نادي الاتحاد السكندري، وتوقعت انه المباراه تروح لاوفر تايم بدون شك، لكن كان الاهلي اتقل، كان الاهلي حاضر بكل المباريات وكان مركز بطريقه كبيره وكان بيستحق الفوز بصراحه. مباراه كبيره، انا بهني كره السله المصريه على عوده النادي الاهلي، لانه احنا بهمنا النادي الاهلي يرجع يكون بالمباراه النهائيه من جديد. يعني اخر مره النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه عام 2000 بالمناسبه يا كابتن هيثم، كانت الماتش في دبي هنا امام اولانو مع الجزيره وقتها. وحاليا انت بعد 21 سنه بتتصل فيا من دبي، يعني بلكي التاريخ بعيد نفسه، وان شاء الله يكون في الاول القاب الاهلي هالموسم. يعني ان شاء الله الاهلي بيستحق، وهذا الاهلي مكانه الطبيعي على فكره، ده مكانه الطبيعي الاهلي، ولما بالاهلي بتشوفه بالمستوى كده في البطوله معناها اضافه حقيقيه للبطوله العربيه، فعلا اضافه حقيقيه للبطوله العربيه النادي الاهلي بهالمستوى، وبتصور راح يكون رقم صعب هالدوري في الدوري في مصر، وحتى طبعا راح يكون رقم صعب على مختلف البطولات. وبنتمنى على اداره الاهلي انهم يبقوا خلف هالفريق، لانه في كثير محبين للاهلي في كل مكان في الوطن العربي. صحيح كابتن اشرف سماره، نجم منتخب الاردن السابق ومعلق ومحلل قنوات دبي، بشكرك شكرا جزيلا، وبالاصاله عن نفسي وجمهور النادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين